السلام عليكم، مرحبا بكم ناس جياس كات توجور مع اخبار شبيبة قبائل ياريشان. يدعو عمراني الى اجتماع عاجل هذا الاسبوع، حابين تعرفوا له ولماذا؟ لايك الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. خاوتنا ابوني في القناة وفعلوا الجرس بيوصلكم دائما جديد في هذه القناة. قلنا ياريشان يدعو عمراني الى اجتماع عاجل هذا الاسبوع، لماذا يا ترى؟ ركزوا مليح على ما قالته هذه الجريدة. كشفت مصادرنا الخاصة أمس أن رئيس مجلس الإدارة يزيد ياريشان قرر أن يلتقي بالمدرب عبد القادر عمراني، وهذا في غضون الأيام القليلة القادمة، والذي سيكون الهدف منه الحديث عن بعض الأمور العاجلة والتي تعني التشكيلة في المقام الأول، بعد أن اتضح جليا بأن بعض الأسماء انتهت مدة صلاحيتها. ضرب على بك، كلام يوجع. نزيد نكمل لكم، اللي انتهت مدة صلاحيتها مع الكناري ولم تعد قادرة على تحمل مسؤوليتها، يريد معرفة الأسماء التي سيتم الاستغناء عنها. ثم قال لك باللي في الاجتماع هذا لازم يعطيه لا ليست اللي راح يستغني عنها، اللي راح ينحيها من الفريق. قال لك هنا: وحسب ما علمناه في هذا السياق، فإن ياريشان يريد أن يعرف أدق التفاصيل بخصوص التشكيلة، وخاصة الأسماء التي سيتم الاستغناء عنها والتي لم ترقى إلى المستوى المطلوب إلى غاية الآن، ومغادرتها سيكون أفضل قرار يمكن أن يتم اتخاذه بعد أن خيبت إلى غاية الآن على طول الخط. هذا ما تطرقت له هذه الجريدة، وقالت لك من مصادرنا الخاصة. نتمنى أن يكون تفسيرات وأخبار عن هذه القضية، لربما تاني الاستغناء اللاعبين. ربما البارح عمراني لمح لي كاين بعض اللاعبين صاي، قال لك ربما ما يقدروش يمدوا أكثر، ما عندهمش ربما البليس هذاك الأمام، ربما الشبيبة راهي قاعدة تغرق بوجودهم، وإن شاء الله يلقونا الهلول، يلقونا الهلول فقط. البارع عمراني يتحدث عن الهجوم وضعف الهجوم وضعف وطارة وضعف الكثير من اللاعبين، قال لك يخافوا، ربما درنا فيديوهات عليهم، ولكن كلام خطير هذا اللاعبين أنه ما يتحملش مسؤولية الهدف. شفناه وهضرت قبل يهضر عمراني في الندوة الصحفية، هضرت قلت يلعبوا غير على لاطيرال، تمريرات ربما باينة مفضوحة لسونتر تاعهم، غير يتوصلوا لابال فقط يطيش عليه المهم خاطي ما يتحملش المسؤولية. هذا ما حل له وقال عليه عمراني أمراني في الندوة الصحفية. جمهور عنده ربما كاين جمهور مثقف كرة قدم، على بالو واش خساري في شبيبة قبائل، على بالو بلي اللاعبين هادو متواضعين، وربما وزيد عليهم انه الادارة مختلفين في بعضهم. قال لك راهو يا ريشان وملان، هذاك ديكلاراسيون هذاك ديكلاري من المهم حوايج بزاف قاعدة تعطل في شبيبة قبائل، وتخلي مستواها متدني، مستواها المتفرج. لما تفرج في الشبيبة تلقى باللي لاعبين كثيرين تقريبا، والله كنا نظن باللي ثلاثة وأربعة، والله عدو تقريب في ثمانية تم لاعبين مستواهم في تدني وتراجع رهيب جدا، لا يستطيعون تحمل المسؤولية. ومش هذه الأسماء للشبيبة راح تدي بها الألقاب، مش هذه الأسماء، سامحوني على كل حال ما كان لها نسميه، لكم الحكم ولكم التعليق. أنا نظن باللي الميركاتو هذا لازم تغيير كبير، لازم على الأقل على الأقل خمسة أو ست أسماء تغير منظومة ولعبة شبيبة القبائل، خاصة في وسط الميدان والهجوم. وسط الميدان الهجومي أيضا راهو ميت، واحد ما لقى الحلول. هذا هو بعض التعليقات في الفيديوهات تاعي اللي درتهم قبل قليل. قالوا بلي كنت تقول بلي هادو اللاعبين ممتازين وياريشان وريكريتا لاعبين راح تولي شبيبة بفضلهم تاع الألقاب، وقلت كذا وكذا. صحيح في الأول ياريشان جاب لاعبين، ربما أدى لهم المدرب الأول، قلنا بلي المدرب فيه وضعيف، وربما ما قاش يوصل الميساج للاعبين، وكاين اللي ما يفهمش حتى اللغة. وبعدها ظهروا اللاعبين هما اللي فيهم ديفو، لأن عمراني ليكيب اللي يروح ليها أو خدام ليكيب اللي يروح ليها تقريبا ينجح على الأقل في عامه الأول أو نصفه الثاني. أنا نظن هكا هذا ما حكمت عليه أنا، وربما مخطئين في بعض اللاعبين، لكن وطارة كان مليح وطاح المستوى تاعو، وبعض اللاعبين ربما أخطأنا فيهم وما عطاوناش داك الحوايج اللي شكرناهم عليهم. لايك على الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق حول القائمة المسرحة لعمراني. من هم الذين سيسرحهم عمراني؟ وهل ياريشان يستطيع أن يطلب تفسيرات التعثرات الشبيبة من عمراني؟
فيديو جديد. سلام خوتي.